يعني في البدايات الواحد ليه مواقف كتيرة طبعا مع نجوم كتير. يعني أنا أذكر مثلا أول مرة ألتقي بنجم النجوم الأستاذ عادل إمام الزعيم، كان في فيلم المنسي، وكنت جايب عربية 27 كده يعني إيه، وفرحان بيها قوي. فوصلت التصوير لقيت عادل إمام قاعد، واضح إنه قاعد بقاله شوية يعني. فشريف عرفة المخرج الكبير بتاعنا كان حبيبي بقى، وكنت انا عملت معاه تجربه قبل كده اللي هي الفيلم بتاع مهلبيه مع ليلى علوي. قال لي عادل امام قاعد مستنيك، فضحتني مش عارف ايه، وعمل لي هليله جامده جدا. وانا ايه داخل بقى بس قصاد عادل امام، يا عم شريف الله يسترك. لقيت الاستاذ عادل بقول له ايه يا شريف، لا لا سيبه ما توتروش وبتاع، انا صراحه بتاع. واستقبلني الحقيقه استقبال جميل جدا، وقعدنا. قال لي ده انت جايب عربيه اهو، قلت له 127 كده حلو. قال لي انت عارف ان انا كنت بقيت عادل امام ونجم، وكنت لسه بركب مواصلات وبتاع. قلت له فرق التوقيت بقى يا استاذ، ما اجراش حاجه يعني. وقعدنا نهزر كده، وكان موقف ظريف. ودخلنا بقى اشتغلنا في الـ في الـ في الفيلم وبتاع، وفجأة بقينا حبايب واصحابه بنسهر مع بعض وكده. اخر يوم تصوير في الفيلم بقى عملوا فيها حركة نص كم بقى. انا خلصت تصوير وبسلم وعشان امشي، فبستني اخد اجري بقى اللي هو ايه اجري الفيلم. كان كل تصويري حوالي 3 ايام او 4 ايام او حاجة. فرحت لمحمد زين المنتج الفني الله يرحمه، وانا تمام وبتاع وكده. قال لا ده الفلوس مع الاستاذ شريف عرفة. قلت له شريف عرفة ماله، شريف عرفة مخرج يعني. قال لي هو قال لي هات فلوس صلاح. يا استاذ شريف السلام عليكم، فيلم سعيد ان شاء الله ومبروك وبتاع. قال لي ده الفلوس مع الاستاذ عادل. قلت له هو في ايه؟ يا فلوسي مالها كده، مش عايزه تستقر في حته يا جماعه، انا خلصت. قول لهم 3 4 ايام كان اجري طبعا يعني كلام، كان الحمد لله الف حمد وشكر لك يا رب، حاجه بسيطه يعني، بس مهم جدا بالنسبه لي الحاجه البسيطه دي. فروحت الاستاذ عادل قال لي تمام، حركه حلوه اللي انت عملتها. قلت له حركه كتير اللي انا عملتها. قال لي الفلوس ما احنا وزعناها على العمال وبتاع. قلت له الفلوس مين؟ قال لي اجرك. قلت له اجري توزع على العمال ليه؟ ده العمال ما شاء الله بيكسب اكتر مني. قال لي ده انا حبيت اعمل لك منظر وبتاع. قلت له لا انا مش عايز المنظر، انا عايز فلوسي. قال لي يا صلاح انت هتعلي صوتك عليا؟ قلت له عايز فلوسي. في ايه يا استاذ؟ ايه في ايه؟ وقعدت اتريه مش عايز امشي، وعايز بعد ما اخلص الفيلم يعني نسهر سوا ونحتفل وبتاع وكده. وطبعا فعلا ما اتحركتش، اجري يا جماعه. ده موقف من المواقف اللي ما تنساهاش. تقريبا المنسي كان سنه 91 حاجه كده يعني. لا من المواقف اللي انا ما بنساهاش خالص في كواليس المسرح، ويمكن مش عارف انا حكيته قبل كده ولا لا، انا معلش انا بنسى يعني، بس لا في ناس كتير ما تعرفوش. كان موقف حصل في مسرحيه اسمها فيما يبدو سنه عبده. كنت انا وصديق الرحله صديق العمر احمد ادم، وكان بقى ايه في مشهد كده. انا قبل ما ادخل كان في كرسيين في الكواليس معروفين، معروف ان الكرسيين دول بتوع احمد ادم وصلاح عبد الله، وكان ما حدش يقعد عليهم يعني. ففي مشهد انا بدخل لوحدي، وبعدين ادم بعد شويه بيدخل عليا فيه. فلقيت ادم قاعد على الكرسي، وجيت قعدت جنبه، قعدنا نهزر مع بعض الهزار المعتاد اللي ناس كتير قوي عارفه طريقه هزارنا انا واحمد بتبقى عامله ازاي، لغايه ما جه الكيو بقى اللي انا هدخل عليه بدايه المشهد. وبعدين وكنت لابس جلابيه حمراء، جلابيه اللي شاف فيما يبدو سرع عبده هفتكرها يعني، هفهافه كده وبتاع. قمت من على الكرسي وداخل بقى على خشبة المسرح. وانا داخل فجأة حسيت ان الجزء الاسفل من ظهري بيسخن. فايه طبعا حاجة غريبة قوي، اول مرة تحصل لي يعني ايه ده في ايه. ودخلت امثل وبتاع شوية، وحسيت ان لا مش بيسخن وبس، لا ده مبلول، ده انا بتبل. في ايه بقى تمثل، حسيت ان الجزء اللي ورا ده بقى كله ميه. طب همثل ازاي؟ والمشهد ده كنت بعمل حركات كتيره قوي بظهري، فمش قادر ادي ظهري للجمهور، ما انا مبلول وبقى والمهم كان يوم بقى صعب جدا عليا في المشهد ده. وعملت المشهد كله تقريبا بوش للناس، مش قادر الف خالص، مش قادر اتحرك اروح كده ولا كده.
وخرجت من خشبة المسرح بشوف في ايه، ما لقيتش في حاجه، ما فيش لا ميه ولا اي حاجه. ايه البتاع ده؟ اتاري اللي اكتشفته بعد كده ان الواد اللي اسمه رامز جلال ده جرب البرنامج بتاعه فيا. شوف الكلام ده زمان خالص، كان لسه رامز يعني في بدايه، في البدايه قوي يعني. بيرش حاجه، هو مصحوب كده معين يرش على الكرسي، بيتهيأ لحضراتكم عارفين المقالب دي، فلو قعدت عليه يحصل لك الايه؟ الاحساس ده. انا عرفت كده، ورامز ده انا ضربت رامز. والله ضربته لانه عيشني 10 دقائق او ربع ساعه في حاله من القلق العجيب. تتخيلين يعني ايه واحد برضه كده في وضعي وبتاع، والصاله مليانه على الاخر، وكنا تقريبا في عيد او حاجه، والناس متجاوبه جدا، ومشهد من اهم المشاهد اعمله وانا حاسس ان خلاص فهمت بقى انا كنت حاسس بيه. ما كدبش اللي قال اعز من الولد ولد الولد، بس عند عم صلاح اعز من البنت بنت البنت. اصعب موقف في حياتي لما دنيا بنتي جت للدنيا، وبعديها بقى احلى موقف في حياتي لما كارما بنت دنيا بنتي جت للدنيا. ولا ايه يا كارما؟ مش كده؟ ستي احلى حاجه في حياه جده. اكتر حد في الدنيا كلها بتحب مين؟ جده. لا لا بصوت عالي يا كوكي، اكتر جده، وبعديه بابا، وبعديه ماما، وبعديه ميمي، بس جده عشان هو اكبر واحد في العيله مش كده؟ يبقى اكبر حد بتحبيه مين؟ جده. الله عليكي، انت عارفه ان انا غنيت لك اول ما اتولدت ولا لا؟ عارفه؟ طب قلت ايه؟ نورت الدنيا انتي وصغيرتي اهو وبنتي، يا كرمة يا بنتي هيثم، يا حبيبتي يا بنتي بنتي، نورت الدنيا انتي، قولي وصغيرتي اهو وبنتي. طبعا عايزك تبعت تحية للناس اللي بتحبيها كلها، تبتدي بمين؟ تحية مين؟ تحية الجمهور كده. طب قولي وراي، كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانتوا طيبين يلي بتتفرجوا عليا انا ده جدو. او ده موقف كارما، ده موقف من اروع المواقف. وبعدين كل ما بتكبر شويه تعلقي بيها بيزداد بشكل غير طبيعي. كان معاكم صلاح عبد الله. مين صلاح عبد الله؟ ممثل في البطاقة وفي الباسبور. بخرج من دور أخش في دور، وكل ما أقول كفاية أرتاح يرد صلاح لسه ما جاش الدور. ربنا يحسن ختامنا جميعا، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، وأرجو أني أكون فرفشتكم وأسعدتكم في هذه الحلقة الجميلة. تحياتي، وإلى أن نلتقي قريبا لو في العمر بقية إن شاء الله.